كنا عملنا يعني صيغه شراكه كجمعيه احباء دار الشباب مع مندوبيه الشباب والرياضه لاستغلال هذا المركز، يعني مريدي ومصطفي المركز ما بلغنا يعني من امور قانونيه صحيح يلزم يعني تامين المصطفين، لكن كما قلنا جمعيه احباء دار الشباب الوزارات اخذت على عاتقها باش تهيئ المركز هذايا بالامكانيات المحدوده المتاحه والامكانيات اللي توفر الحد الادنى يعني من الظروف المناسبه للاستغلال.